محمد، ويعني رأيك في المباراة بصفة عامة والتشكيل اللي بدأ بيه كولر. طبعا المباراة مكسب مهم جدا ان انت تكسب بالانتصار التاني على التوالي في الدوري عشان خاطر ان انت تحافظ على ال6 نقط، يعني الصدارة تعتبر بتاعت الدوري مؤقتا. يعني طبعا الصدارة دي عشان في فرق لعبة اكتر فاكيد هي هتتصدر، لكن احنا ان انت تحقق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي دي حاجة مهمة. الحاجة التانية بالنسبة لي طبعا انا شايف ان مارسيل كولر محقق ثلاثيات ورباعيات بصفة مستمرة، هنجيلة دي حاجة مهمة جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان المباراة النهاردة مباراة مين؟ مباراة الأهلي، المباراة بتاعت النهاردة مباراة الأهلي، فمباراة الدور الثاني هتبقى مباراة الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي اللي هي هتتلعب في إسماعيلية. يعني النهاردة مفيش حد بقى يرجع في الدور الثاني يقول ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية، النهاردة مباراة الأهلي. لا هتتقال برضه بقى النهاردة مباراة الأهلي وجمهور الأهلي سافر برج العرب في اسكندرية، يعني جمهور الأهلي سافر. فنتمنى ان الدور الثاني ان مباراة الاسماعيلي لما تكون في اسماعيليه ما يقولكش ليه الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، ما هو الاهلي يا جماعه ما بيلعبش في القاهره، جمهور النادي الاهلي النهارده سافر لاسكندريه وهو بيلاعب الاسماعيلي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه النهارده التشكيل بصراحه يعني يحسب لمارسيل كولر التوليفه اللي بيعملها، وان غير النهارده كوكا مكان مروان عطيه، بيحاول ان هو يبدل مروان عطيه مكان ديانج، يمكن الاربعه اللي ورا ثابتين، ربيعه لما اتصاب دخل ياسر ابراهيم، مفيش خلاف عليهم يعني الاربعه اللي ورا. محمد الشناوي النهارده قدم مباراه كبيره جدا، واحده من احسن مبارياته في الفتره الاخيره، يعني شال كذا فرصه هدف صحيح. محقق. الثلاثه الارتكاز سواء ديانج او امام عاشور ووراهم كوكا، امام عاشور هو اللي بيكمل وديانج دايما بيكمل، والثلاثه اللي قدام بيرسي تاو والشحات ماشيين بشكل كويس، وموديست لان كهربا موقوف وموديست بيحاول الراجل ان هو يديله عشان يجهزه، موديست واضح ان هو مش جاهز ومحتاج لسه ماتشات كتير، فمارسيل كولر بيحاول ان هو يجهزه. يعني كريم، رأيك بقى بصفة عامة في مكسب مباراة اليوم بثلاثية؟ طبعا اكيد مباراة النهارده يعني استمرار لنجاحات مارسيل كولر في بداية الموسم ده، طبعا بعد الاخفاق في ماتش السوبر قدام الفريق الجزائري، اكيد بعديها النادي الاهلي منطلق في ثلاثيتين ورباعيتين في الفترة اللي فاتت. انا بس عايز استوقف عند نقطة مهمة، دايما كابتن سامي بنتكلم على الاسيست او اللمسة اللي قبل الهدف، لا النهارده المباراة عايز بس نجيب لقطتين، يا ريت نجيبهم. هدف الاول نجيب اللمسة اللي قبل الاسيست، اسيست الاسيست، نجيب الهدف الأسست. الاول ونشوف اسيست الاسيست معلول لامام عاشور، من معلول لامام، من امام لحسين، ومن حسين لبيرسي تاو. بالظبط، عايز اسيست امام عاشور، وكمان نشوف الهدف الثالث ونشوف، عايزين نركز على اللمسة الثالثة. مش ممكن اللمسة دي هي الجول في وجهة نظري، ليه؟ ان هي اللي فتحت المساحه ان اللي جاي من ورا هو اللي شايف الملعب وكاشف، والاسيست بيساعد الهدف بشكل في وجهه نظري الشخصيه اقل شويه من اللمسه الثالثه. يعني اللمسه الاولى خالص اللي هي الثالثه لو هنسميها اللمسه الثالثه، النهارده متشابهه جدا في الهدف الاول والهدف الثالث، وده يبين لنا قد ايه النهارده ديناميكيه اللعب في النادي الاهلي واصله من اختراق من العمق. وحتى احنا كنا بنشبه، احنا مثلا الامانه السنه اللي فاتت كلنا اعجبنا باداء سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وقلنا سان داونز قدم اداء حلو جدا جدا جدا، وكان يعني الفريق كان ممكن يكمل ويوصل للفاينل النادي الاهلي. لا انا عايز الهدف الثالث، الهدف الثالث، ونشوف رضا سليم اللمسه اللي عملها لطاهر محمد طاهر، وازاي فك حاجات كتير قوي بلمسه. طبعا دي لمسه طبعا مباشره من نبيل كوكا، حلوه جدا 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 جدا، لكن هي مش شبيهه للهدف الاول. الهدف الثالث هو لحد ما اللي شبيه للهدف الاول في لمسه رضا سليم. رضا سليم ربما الناس تشوف الكره في رجله، الهجمه مش واعده، ممكن ما يبقاش فيها يعني ايه شيء يخليك تقول الكره دي هتخلص هدف، فجاه الراجل يعني بدون سابق انذار عمل لمسه بسيطه للغايه لطاهر محمد طاهر، خلاه يروح ما يشبه الانفراد. و بالظبط الكره دي مش ممكن، كره لمسه بسيطه للغايه، ولكن نشوف ازاي ان هو خلى من هجمه عاديه جدا هجمه واعده. وهنا انا بتكلم على الدور اللي بيعمله لعيبه خط الوسط، والنهارده كمان الديناميكيه اللي واصله جدا 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 فريق النادي الاهلي بيخترق من العمق بشكل طيب. مميز جدا. هي طيب ثابت برضو بثلاثيات كثيره دي اللي كنت عايز تتكلم عنها في جميع البطولات منذ توليه مهمه بالنسبه لمارسيل كولر في 9 سبتمبر 22. 17 ثلاثيه لمارسيل كولر، دي الثلاثيه رقم 17 منذ توليه المهمه في 9 سبتمبر 2022. الاول الاتحاد المنستيري 3-0، الاتحاد السكندري 3-0، بيراميدز 3-0، سموحه 3-1، الزمالك 3-0، اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه 3-0،
أسوان 3-0، القطن الكاميروني 3-0، الهلال السوداني 3-0، غزل المحلة، هات اللي بعدها، غزل المحلة 3-0، فاركو 3-0، الترجي التونسي 3-0، حرس الحدود 3-0، البنك الأهلي 3-0، سانت جورج الأثيوبي 3-0، إنبي 3-0، والإسماعيلي 3-1. فدي 17 ثلاثية لمارسيل كولر تحسب الهيفي سكور، الهيفي سكور يعني أكتر من اثنين سواء ثلاثة أو أربعة، تحسب لمارسيل كولر النتائج الكبيرة والكرة الهجومية اللي بيقدمها في الفترة الأخيرة. كريم، شفت أداء والفرق ما بين أداء النادي الأهلي في الشوط الأول والثاني إزاي؟ طبعا ربما أكيد الأداء النادي الأهلي الشوط الأول فعلا بيحسم النتيجة بشكل كبير، وربما ده بيخلي اللعيبة بتلعب الشوط الثاني بمجهود قوي. أمانة ده مطلوب في الوقت الحالي، كل أمانة مطلوب جدا جدا، ولكن الناس تتخيل ان النادي الاهلي في الفتره الجايه هيبقى الشكل عامل ازاي، خصوصا في موضوع السفريات. موضوع السفريات ده بصراحه ان شاء الله يعني ربنا يكون معاهم فيه، امر هيبقى شاق جدا، صعب جدا. لكن بصراحه النادي الاهلي، وكمان طبعا بيستغل بصراحه الفايده من اي مدير فني بيواجهه بدفاع متقدم، يعني بصراحه بتبقى ميزه جدا لعيب النادي الاهلي. الشوط الاول بنشوف النادي الاهلي بيقدر، يعني اسهل حاجه ان انت تنزل تشوف مدير فني. طبعا كامل احترام الكابتن ايهاب جلال، لكن هو دي ده اسلوبه، هو متعود، هو عايز يعود في ايده. الكابتن ايهاب جلال ما بيبصش للمكسب والخساره، اوكي ده اسلوبه، ده تكتيكه. ولكن بصراحه النادي الاهلي لما بيلعب فريق بيلعب بدفاع متقدم للغايه بهذا الشكل شفناه النهارده على النادي الاسماعيلي، يعني سهل جدا انت تحرز ثلاث اهداف في خضم ساعه واحده بتخلص السكور. واعتقد ان النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى ان هو يكرر الرباعيه اللي عملها قدام مصر، حتى يكرر الرباعيه اللي عملها قدام النادي الاسماعيلي اعتقد من حوالي موسمين. فالتفاوت ربما في تفاوت، ولكن النادي الاهلي مطلوب، تفاوت مطلوب جدا جدا، مطلوب جدا. التركه اللي لعب عليها يا احمد مارسيل كولر، يمكن احنا متعودين ان هو بيلعب بالاربعه 4-1-4-1 في الفتره الاخيره، يعني من السنه اللي فاتت بيعتمد على النهارده مثلا كوكا وقدامه امام عاشور وديانج. في اول 20 دقيقه الاسماعيلي كان عامل ضغط بشكل كويس، تحس ان يعني كان نوعا ما كانوا متفوقين شويه. فالتريكه يمكن هو اللي عملها ان هو ودى ديانج هنا جنب كوكا وحول امام عاشور كصانع العاب. الفكره دي عملت ايه؟ امام عاشور بقى بيرحل مع معلول وراهم احمد نبيل كوكا، وهنا بيجي برده ايه حسين الشحات. لما حسين الشحات يخش لجوه امام عاشور يطلع لبره بنفس الشكل ده، يبقى امام عاشور هنا حسين الشحات يخش لجوه، يبقى في ايه؟ يبقى في فكره تحميل عددي وتفوق عددي، يبقى في اربع لعيبه في جبهه. لو جبنا الجون الاول هنلاقي نفس الصوره دي، الجون الاول هتلاقي ان امام عاشور هو اللي فتح على الخط، لان ميزه امام عاشور في الفتره الاخيره بيروح كجناح كمان، بيروح جناح، وحسين الشحات هو اللي يخش لجوه. اهو وقف يا استاذ سمير، ثانيه وقف، ارجع ثواني بس. ايوه بص هنا امام عاشور رايح فين؟ اول ما حسين استلم، حسين اصلا على الورق هو اللي جناح، لا حسين الشحات نزل لتحت استلم مكان الشحات، مكان امام عاشور. امام عاشور راح فين؟ رايح يستغل المساحه اللي فضها له الشحات. اهو امام بيعمل الوان تو، حسين بيقوم مخترق، لان المدافعين الاسماعيلي كلهم عينيهم على مين؟ على امام عاشور. فانت هنا ارجع بس هتلاقي في بدايه الهجمه خالص هتلاقي في اربع لعيبه بالظبط. ارجع للجون من اوله، هتلاقي الاربع لعيبه اللي واقفين اهو. وقف ثواني، مين هنا؟ مين؟ ادي معلول الظهير الايسر، وادي حسين الشحات، وادي امام عاشور، وادي كوكا من وراهم. فهنا في اربع لعيبه في زياده عدديه من في جبهه لوحدها للنادي الاهلي، غير مودست طبعا وديانج في الناحيه الثانيه، انا بتكلم على الجبهه الشمال دي. فده كانت التركايه ان هو حول امام عاشور في يعني ككونكتور، بيعمل بساعات احيانا بيزيد مهاجم ثاني جنب مودست، عكس اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه امام عاشور كان بيبقى راجع، فكان بيبقى ثلاثه في وسط الملعب، لكن بعد 20 دقيقه كولر حول مركز امام عاشور، رماه في ظهر مودست عشان يعمل جبهه، وديت كانت السر في الجونين بالمناسبه. كريم، عايز اعرف رايك برضو في توظيف طاهر محمد طاهر. اكيد يعني واحده من النهارده من الاماكن الجديده اللي شفناه ان هو بيلعب في عمق الملعب. ربما احنا متعودين على طاهر محمد طاهر، اذا مثلا جبنا البورد اللي معانا نشوف طاهر محمد طاهر دايما بنشوفه في الطرف اللي قدام، خصوصا لما النادي الاهلي بيلعب بطريقه 4-3-3. النهارده شفنا طاهر محمد طاهر كابتن اسلام بيخش لعمق الملعب، وحتى لو نفتكر اللي شاف طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولين، طاهر محمد طاهر كان بيلعب بلاي ميكر،
وكان عنده فري رول كبير جدا وكان بيلعب في العمق. بس طبعا واجباتك في نادي المقاولين مختلفه تماما عن واجباتك في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطلب منك واجبات كتيره. بس انا في وجهه نظري الشخصيه واحده من النقط الحلوه اللي هنشوفها لطاهر محمد طاهر لما يلعب في عمق الملعب خصوصا تحت المهاجم ولما بيكمل بيبقى عنده حريه. وكمان بصراحه طاهر محمد طاهر لما بيلعب على الطرف بيبقى عنده مشكله وحيده في وجهه نظري. طاهر بيطالب ان هو يرجع كل اللاين عشان يامن مع الفوت باك اللي وراه. ده في وجهه نظري بياخد من ذهنه هو يساعدنا بيلعب على الطرف يقول لك انا اقدر اركز في حاجه واحده اما اركز في الدفاع او اركز في الهجوم. في وجهه نظري اذا كولر امن الناحيه الدفاعيه لطاهر محمد طاهر وبدا يدفعه لعمق الملعب ويدي الطرف لاثنين لعيبه اخرين اعتقد هنشوف طاهر محمد طاهر في شكل مختلف وفريم مختلف عن اللي شفناه في الموسم اللي فات. عايزين نتكلم بقى عن ارقام بيرستاوي يا احمد. طبعا بيرستاوي حصل على رجل المباراه وهو دلوقتي هداف الدوري. طبعا يستحق بصراحه. الفينش بتاعه مميز ولعيب خبره. بيرستاوي لعيب كبير بيديك تقل قدام. لعب 90 دقيقه اهو لمس الكره 40 مره احرز هدفين. المحاولات الصحيحه الثلاث محاولات صحيحه من اربعه فنسبه نجاحه في المحاولات 75%. فاز بالتحامات 3 من 6 حصل على خطأين والعرضيات الصحيحه 2 من 2 ودقه التمريرات 79%. مستو في الفينش ومستو ان هو دايما بيكمل كان بيكمل في المساحه اللي في ظهر اياد العسقلاني اللي هو الظهير الايسر بتاع النادي الاسماعيلي نفس اللي عمله بالظبط في النادي المصري في المساحه اللي في ظهر حسين السيد عمله بيرستاو في اياد العسقلاني في المساحه اللي ورا في النادي الاسماعيلي يعني. تمام. في بعد كده برده معانا ارقام احمد نبيل كوكا. اتفضل. احمد نبيل كوكا وارقام حسين الشحات. حسين الشحات في الوقت اللي لعبه كان عمل اداء ممتاز لعب 63 دقيقه لمس الكوره 28 مره احرز هدف. محاولاته على المرمى 3 محاولات يمكن بيرستاو 4 محاولات حسين الشحات 3 محاولات. ده الجناحين ده بياكد ان هم دايما في بعض الاوقات برضو الشحات كان بيبقى في بدايه الماتش كان بيبقى فاتح الخط لما بدا يخش لجوه تاثيره بدا يبان عشان كده عمل 3 محاولات ودي واحده برضو من التريكات اللي عملها مارسيل كولر ان هو كان فاتح الخط في الاول وبعدين دخله لجوه. طبعا كان ليه محاوله بالقايم محاوله صح صنع فرصتين اكتر من تاو في صناعه الفرص. فاز بالتحامات ثنائيه 2 من 4 دقه التمريرات 70% ودي حاجه برضو محتاجه تتطور سواء عند حسين او تاو. لو نلاحظ دقه التمريرات الاثنين قليله يعني حسين الشحات 70% بيرسي تاو مثلا دقه التمرير 79 يمكن دي محتاجه بس تتطور في الفتره الجايه برضو. نيجي لكوكا احمد نبيل كوكا ارقامه طبعا مكسب كبير لعب 90 دقيقه لمس الكوره 68 مره ده دليل ان هو دايما اتكلمنا على ميزه ان هو دايما بيبقى مفتاح وحل للعيبه بتاعه خط الدفاع كله ان هو بيقرب منهم فبيلمس الكوره كتير. صنع اسيست هدف تمريرات الصح بتاعته 51 تمريره صح من 59 رقم كويس جدا. التمريرات الطوليه اللونج باس 4 صح من 8 استخلاص الكوره 6 شتت الكوره مرتين والالتحامات كسب 3 من 6 وعمل بلوك مرتين وما ارتكبش ولا فاول. لعيب ارتكاز ما ارتكبش ولا فاول دي برضو تحسب لاحمد نبيل كوكا.